بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. طلاب الفرقة الأولى شعبة نظم معلومات، إن شاء الله معادنا النهاردة مع بعض مع المحاضرة رقم 6 في مادة مبادئ المحاسبة. قبل ما نبدأ المحاضرة بتاعتنا النهاردة مع بعض، وبعتذر أولا عن أن المحاضرة النهاردة هتبقى صوت فقط من غير صورة، ودي الأسباب فنية خارجة عن إرادتنا. قبل ما نبدأ في المحاضرة تعالوا نجاوب على شوية أسئلة هي اللي مقرقاكم ومزعلاكم الفترة اللي فاتت. بعد قرار وزارة التعليم العالي بالاكتفاء يا إما بإجراء بحث أو إجراء امتحانات إلكترونية، عميد المعهد قعد درس البديلين كويس جدا وحط مصلحة الطلبة قدامه في المقام الأول. طيب كان إيه أفضل بديل قدام، أو طلع أفضل بديل في الدراسة هو إيه؟ إن إحنا نعمل امتحان إلكتروني. في ناس يقول لك لا البحث كان أسهل. طب بالراحة بس نسأل نفهم مع بعض، حضرتك عشان تعمل بحث حضرتك مطالب بمحث في كل مادة، يعني حضرتك عندك 6 مواد، لازم 6 مواد هتعمل فيهم 6 أبحاث. طيب تاني حاجة، حسب القرار اللي طالع من وزارة التعليم العالي ان الابحاث ما تبقاش متكررة، يعني ما فيش بحثين متشابهين. طيب انت يا طالب سنة اولى هتقدر تعمل ده؟ وهتقدرهم يبقى عندكوا حيادية وما تنقلوش من بعض عشان ما تضيعوش بعض؟ لا طبعا. طيب كان البديل التاني ايه؟ ان هيتعمل امتحان الكتروني مدته ساعة، اسئلة سهلة في مستوى الطالب المتوسط، مش عاوز اقول اقل من المتوسط كمان، وهو ده البديل اللي بعد ما يخلص هتقوله فعلا هو ده كان احسن لينا من عمل البحث 1,000,000 مرة. طيب مشكلة البحث كمان مرة ايه؟ انه كان هيوقعك فريسة في ايد ناس ما بترحمش. زي مين؟ زي المكتبات. انت كنت هتستريح هتروح تشتري بحث من المكتبة، هو بحث واحد عامله هيبيعه ليك ولغيرك ولغيرك ولغيرك، تيجوا في الاخر تلاقوا كلكم ما عدتوش الترم في المادة. ليه؟ ده البحث مشترك. يبقى كان فيه هيحصل مشكلة تانية. طب والحل كان ايه؟ اللي احنا نتجه للبديل التاني، ان الامتحان عشان كل واحد هيعدي فيه ان شاء الله بسهولة وتبقى العملية بالنسبة له سهلة. تمام كده؟ دي النقطة اللي مزعلاكم ومقريفاكم. طيب الامتحان احنا ما نعرفش الالكتروني شكله ايه وبتاع. لا ما تقلقوش، الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله وعلى موقع المعهد، بس سارع بالتسجيل، هتلاقي فيه اختبارات تدريبية تقدر حضرتك تدخل تتدرب على شكل الامتحان. من ضمن الأسئلة بتاعت التدريبات برضو ممكن تلاقي من ضمنها أسئلة موجودة في الامتحان النهائي بإذن الله. طيب تعالوا نبدأ النهاردة وناخد محاضرة جديدة مع بعض. احنا بدأنا نفتكر كده احنا مشي منهجنا من أول السنة ازاي. خدنا الأول تعريفات نظري تركز عليها كويس، ثم بدأنا ناخد تحليل العمليات المالية عشان أحدد طرفي أي عملية وأقيس قيمتها وحدد أي من الطرفين مدين وداين. إمتى أما يحصل لي عملية أبقى عارف ده الطرف المدين وده الطرف إيه؟ الداين. طيب بعد كده عرفنا إزاي أسجل في دفتري اليومية باتباع طريقة القيد المزدوج. تمام زي الفل. طيب بعد كده عرفنا ازاي بعد ما سجل في دفتر اليومية ابدأ اعمل عملية التلخيص وارحل
القيود اللي أنا كتبتها دي للحسابات المختصة في دفتر الأستاذ. طيب بعد ما خلصت دفتر الأستاذ عملت إيه؟ عملت من الحسابات بتاعت الأستاذ، عملت منها ميزان مراجعة، سواء ميزان مراجعة بالمجاميع بتاعت حسابات الأستاذ أو بالأرصدة بتاعت حسابات الأستاذ. يبقى عملنا ميزان المراجعة سواء كان بالمجاميع أو بالأرصدة. طيب بعد كده عملنا إيه؟ بعد كده خدنا ميزان المراجعة وعملنا منه قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، وعرفنا إيه اللي هيروح في قائمة الدخل وإيه اللي هيروح في قائمة المركز المالي. وخدنا من أول المحاضرة اللي فاتت بدأنا في إجراء بعض التسويات المرتبطة ببعض الحسابات، وبدأنا المحاضرة اللي فاتت قلنا هناخد التسويات المرتبطة بالأصول الثابتة، وخدنا الإهلاكات بتاعة الأصول الثابتة وكيفية حسابها وكيفية معالجتها. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض كيفية أو بعض التسويات المرتبطة بالأصول المتداولة، المرتبطة بالأصول إيه؟ المتداولة، أو تعالوا نقول النهاردة التسويات المرتبطة بعمليات المبيعات وعمليات المشتريات. التسويات المرتبطة بعمليات المشتريات وعمليات المبيعات. ممكن أخذ كده بين قوسين أقول الخصومات والسموحات. الخصومات والسموحات. هناخد النهاردة مع بعض أنواع الخصومات أو المسموحات اللي أنا بحصل عليها لو أنا مشتري أو أنا بعطيها لو أنا بائع. بداية أنا عندي ثلاث أنواع أساسية. أول نوع هو حاجة اسمها الخصم التجاري. يبقى أول نوع من أنواع الخصومات عندي اسمها الخصم التجاري. طيب تاني نوع اسمه الخصم النقدي. طيب تالت حاجة اسمها المسموحات. عندي كم حاجة؟ ثلاثة: خصم تجاري، خصم نقدي، مسموحات. طيب تعالوا ناخد بقى نوع نوع كده ونتكلم في كل نوع سواء إذا كان أنت بائع أو أنت مشتري. أول نوع الخصم التجاري ده هو نوع من الخصومات لا يذكر في الدفاتر. نوع من الخصومات لا يذكر في الدفاتر. يعني إيه؟ هسأل حضرتك سؤال. أنت نزلت في فترة الأكازيون تشتري أي سلعة أنت عاوزها. بفترض رحت اشتريت شاشة تلفزيون، تمام؟ اشتريت الشاشة، الشاشة كانت بألف جنيه عليها خصم 10%، يعني اشتريتها بتسعمية جنيه. واخد الشاشة وفرحان ومروح، أنا جيت قابلتك في الطريق قلت لك الشاشة دي جميلة وأنت جبتها بكام؟ هتقول لي بكام؟ هتقول لي بألف ولا هتقول لي بتسعمية؟ هتقول لي المبلغ اللي أنت دافعه، أنت دافع كام؟ دافع تسعمية جنيه. يبقى تقول لي الشاشة بتسعمية جنيه، هتجيب لي بقى سيرة إن كانت بألف وعليها خصم 10%، لا أنت تقول أنا دفعت فيها تسعمية جنيه. الفرق بين الألف والتسعمية هو ده الخصم التجاري، خصم لا يذكر في الدفاتر. أنا باخد بصف القيمة بس اللي أنا اتفقت عليها في النهاية سواء كنت بائع أو كنت مشتري، مش فارق معايا. هنا إذا كان الخصم ده بقى كتير إلي، لا أنا الخصم التجاري لا يذكر في الدفاتر، سواء بقى بايع سواء مشتري ما بتفرقش عني. يعني لو أنا بعت، لو أنا اللي كنت بايع الشاشة هسجل عندي مبيعات بتسعمية جنيه، لا هقول له خصم ولا غيره. طيب لو أنا كنت مشتري هسجل عندي مشتريات برضو بكام؟ بتسعمية جنيه، ما بتفرقش معايا، ما بتذكرش عندي في الدفاتر. الخصم التجاري زيه زي الأكوزيونات اللي احنا عارفين اللي هي بتشتغل في فترة الأكوزيونات. أنا ببيع بالصاف، طب بذكر إيه؟ لا ما بذكرش عندي خصم. تمام كده؟ يبقى الخصم التجاري، ركز قوي،
لا يسقر في الدفاتر سواء عند البائع أو عند المشتري. تمام كده؟ طيب يبقى ده ركزوا قوي. ها جملة تانية اهو، لو انا جيت سألتك كده نوع او الخصم التجاري يظهر في دفاتر نقطتين، وهم قايل لك الف البائع، ب المشتري، جيم البائع والمشتري، د لا يظهر في اي منهما، ها تقول لي ايه الاجابة؟ د لا يظهر في اي منهم. تمام كده؟ طيب تعالوا بعد كده نروح للخصم النقدي. بصوا بقى، الخصم النقدي ليه اسم تاني، ليه اسم ايه تاني؟ يعني ممكن اقول الخصم النقدي واحطه بين قوسين كده واقول خصم تعجيل الدفع، خصم تعجيل الدفع او خصم تسريع الدفع. يعني ايه؟ يعني حاجة انا هشتريها بالاجل، وعشان اللي انا شاري منه يشجعني ان انا ادفع فلوس بسرعة بيديني خصم، يقول لي خد بالك لو انت دفعتي لي في خلال فترة معينة انا هديلك خصم مقدره كذا. يعني ايه؟ يعني نفس مثال، انا رايح اشتري الشاشة واشتريتها بألف جنيه، تمام، خدتها وروحت، الراجل قال لي اعمل حسابك لو سددت لي الفلوس في خلال 10 ايام هديلك خصم 10%. طيب سؤال بقى تاني، انا لو قابلتك وانت ماشي في الطريق قلت لك الشاشه دي بكام، هتقول لي بكام؟ الشاشه دي بألف جنيه، صح؟ لان انت في خلال العشر ايام لو ما سددتش هتدفع كام؟ هتدفع ألف، صح كده؟ تقدر تقول لي الشاشه ب 900 جنيه؟ طب ممكن العشر ايام يعدوا ما تقدرش تدفع الفلوس وتدفع الألف كاملين. يبقى هنا الخصم النقدي لاتجاهين، اتجاه البائع ده اللي بيمنحه، واتجاه المشتري ده اللي بياخده، صح كده؟ طيب لو انا مشتري، لو انا مشتري خصم النقدية بيبقى اسمه خصم مكتسب، حاجة انا اكتسبتها، حاجة انا فزت بيها. تمام كده؟ يبقى خصم النقدية لو انا مشتري اسمه خصم مكتسب، يعني حاجة انا كسبتها، حاجة انا اللي فايز بيها. طيب لو انا اللي بائع، لا ده لو انا اللي بائع، تمام، بقول هنا ايه بقى؟ بقول هنا خصم مسموح به، انا سمحت بده عشان يجيلي فلوس، انا عاوز السيولة مش عاوز يبقى لي ديون، بشجع اللي عليهم فلوس عشان يدفعولي، بقول خصم ايه؟ مسموح به. يبقى تاني، الخصم النقدي يسمى في دفاتر البائع ألف خصم مكتسب، ب خصم مسموح به لا يذكر في الدفاتر، ده لا شيء مما سبق، الإجابة لا، في دفاتر البائع اسمه خصم مسموح به، أنا سمحت به عشان إيه؟ عشان الناس تدفع الفلوس اللي عليه. طب في دفاتر المشتري، لا ده كسبان، مفروض كان يدفع ألف، أنا عشان أخليه يدفع بسرعة إيه؟ اديته خصم، فهو كسب، كسب كام؟ كسب الخصم ده، فعشان كده بنقول اسمه خصم ايه؟ مكتسب. كده قلنا الخصم التجاري لا يذكر في الدفاتر وما بيظهرش لا في دفاتر البائع ولا دفاتر المشتري، الخصم النقدي قلنا بيظهر في دفاتر المشتري تحت مسمى خصم مكتسب، وفي دفاتر البائع تحت مسمى خصم مسموح به. طيب تعالوا بقى لتالت نوع اسمها المسموحات. المسموحات دي مرتبطة ان يبقى فيه عملية مرتجعات للمبيعات، عملية رد للمبيعات، عملية رد الايه؟ للمبيعات. يعني ايه؟ يعني انا جيت اشتريت منك بضاعة ب10,000 جنيه، جيت لقيت البضاعة دي فيها جزء كبير غير مطابق للمواصفات اللي انا عاوزها، او لقيت فيها كذا واحده معيوبه، تمام، اجي اقول لك لا، يقول لك انا هرجع لك ايه البضاعه، تقول لي لا خلي البضاعه عندك وانا هدي لك خصم 1000 جنيه، وانا هدي لك خصم ايه؟
1000 جنيه. طيب الألف جنيه دي بقى هتسمى عند البائع ايه وعند المشتري ايه؟ عند البائع هو بائع اهو، يعني بيبيع، بسميها مسموحات مبيعات. يبقى هي مدام انا اللي بائع والعملية عندي مذكورة مبيعات، بقول عليها مسموحات مبيعات. طيب العملية في دفاتر المشتري اهي، احنا قلنا اسمها ايه؟ مشتري، مشتريات، اسمها مسموحات مشتريات. تمام كده؟ يبقى تعالوا تاني اخر بقى جزئية هنقولها، هنلخص اللي احنا قلناه كله في 6 جمل او في 5 جمل. الخصم التجاري لا يظهر في دفاتر كلا من البائع وكلا من المشتري. ده اللي هو خصم مين؟ التجاري. الخصم النقدي يظهر في دفاتر البائع تحت مسمى خصم مسموح به، يظهر في دفاتر المشتري تحت مسمى خصم مكتسب. المسموحات تظهر في دفاتر البائع تحت مسمى مسموحات مبيعات، تظهر في دفاتر المشتري تحت مسمى مسموحات مشتريات. وبكده نكون خلصنا وحضرتنا مع بعض، وبعتذر عن عدم وجود صورة بالداتا بتاعتنا، وإن شاء الله نعوض ده في المحاضرة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.